Hello, this is Dr. وعد. الملح هو مين السم الأبيض يا جماعة؟ السكر ولا الملح؟ لو شفتني قبل كده أكيد هتبقى عارف إن السم الأبيض ده هو السكر. أنا ما جبتش سيرة الملح قبل كده، بس السم الأبيض يا جماعة السكر مش الملح، ومش الاتنين في علاقة، أو في فرق كبير قوي بين السكر والملح. عشان في دايما ناس بتقول أنا قطع سكر وملح، أنا قطع سكر وملح، وفي ناس بتعمل تشالنج تحدي قطع السكر وقطع الملح. مفيش أي علاقة ولا في اي قرابة ولا في اي حاجة متشابهة بين السكر والملح، غير ان الاتنين لونهم ابيض. مش اي حاجة تانية متشابهة، هما يكاد يكونوا عكس بعض تقريبا تماما. اللي انا عايزة اوصله في الفيديو ده، واللي انا هقول كل ال scientific base، الحقيقة العلمية اللي انا بتكلم على اساسها، بس بصراحة من وجهة نظري، من قبل ما اعرف الحقيقة العلمية وانا عارفة ان الملح مهم جدا في حياة في حياتنا وفي جسمنا، فهو مش حاجة اكسسوري، مش حاجة انت عايزها. يعني الفرق بين الملح والسكر، احد الفروق بين الملح والسكر، ان السكر هو حاجة انت عايزها، بس هو جسمك مش محتاجها في اي حاجة في الدنيا. جسمك مش محتاج شوكولاتة، جسم الانسان عايش من قبل ما يخترعوا الشوكولاتة، قبل ما يخترعوا السكر. جسمك مش محتاج بونبوني وجيلي كولا وكحك، انت اللي عايزه. لكن الملح جسمك محتاجه، لان الملح فيه صوديوم، والصوديوم ده من الحاجات اللي جسمنا محتاجها، محتاجها عشان كل حاجة في جسمنا، منها انقباض العضلات، منها كل حاجة في جسمنا محتاجة يبقى فيه صوديوم في جسمنا. خلينا متفقين كده ان احنا محتاجين صوديوم، وده فرقه الاول عن الملح. طيب المخاوف اللي دايما بتيجي من الناس للناس من الملح بتيجي غالبا لحاجة من الاتنين. اول حاجة ان هو بيعلي ضغط، تاني حاجة ان هو بيحبس مية. خلينا نشوف اصلا فكرة ان الملح بيعلي الضغط دي اساسها كان ايه. ملح بيعلي الضغط دي اساسها كانت دراسة اسمها داش ستادي، اللي بيتعمل على اساسها الداش دايت، اللي هو الدايت تقليل الملح، اللي دايما بيبقى معاه تقليل الدهون برضو. الدراسة دي قديمة جدا، بس الدراسة دي اثبتت ان تقليل الملح بيقلل الضغط عند الناس اللي عندها الضغط، هي اثبتت كده فعلا. بس الفكرة ان الدراسة دي كان فيها فاريبلز كتير ما اتحسبتش. يعني هم مثلا كانوا مقللين عن الناس دي الاكل الجونك فود، الاكل الاكلات السريعة، كانوا منعين عنهم السكر، كانوا منعين عنهم حاجات كتير قوي، ولكن العلاقة اتعملت على ان هي سبب ونتيجة بين ان الدراسة دي ما فيهاش ملح والناس دي الضغط بتاعها قل. فدي اصلا بداية فكرة ان الملح هو اللي بيعلي الضغط. في دراسة بقى جديدة خالص اتعملت في الامريكان جورنال اوف هايبرتنشن، بتقول انه جابوا ناس عندهم ضغط وجابوا ناس ما عندهمش ضغط، وراحوا جابوا الاتنين وعملوا لهم استادي، عملوا عليهم دراسة ان هم قللوا لهم الملح جدا، وقالوا هنشوف تأثير تقليل الملح ده على ضغط الدم. فلقوا انه الناس اللي سكر، اللي اصلا ضغطها مظبوط، ضغطها قل لما شالوا منهم الملح، والناس اللي ضغطها عالي ضغطها قل لما شالوا منهم الملح، بس قل بنسبة كام في المية. الناس اللي ضغطها مظبوط ضغطها قل لما شالت الملح بنسبة 1%، 1%. والناس اللي ضغطها عالي لما شالت الملح ضغطها قل بنسبة 3.5%. هل ده علاج؟ يعني هل انا لما يبقى في علاج بيعالجني بنسبة 3.5% يبقى ده علاج؟ ده مش علاج، دي حاجة على جنب كده ممكن تعملها، ولكن هي ما بتحلش المشكلة اطلاقا، ما بتحلش المشكلة. تعرف حد جاله الضغط وقطع الملح وخف؟ مش بيخف، بس هو ممكن سكره يوطى، قصدي الضغط بتاعه يوطى او يتعالج في الكام يوم. يعني الكام يوم دول مثلا لو ضغطه عالي قوي وشال الملح الضغط بتاعه يقل، لكن هل ده علاج؟ ده مش علاج. زي ما اتفقنا ان احنا المفروض لاي مرض يبقى ليه علاج كوزال تريتمنت، يعني علاج لاصل المشكلة مش علاج للعرض. طيب ايه بقى اصل المشكلة وايه اللي جايب اصلا الضغط؟ خلونا نبص على دراسة تانية كده اتعملت على علاقة بين 3 حاجات، علاقة بين الضغط العالي، وعلاقته بالسيمباثيك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي، جزء من الجهاز العصبي بتاعنا هشرحه دلوقتي، وعلاقة ال3 حاجات دول ببعض، اللي هي الضغط العالي والسيمباثيك نيرفس سيستم والانسولين. خلاص؟ طيب فلقوا ايه بقى؟ لقوا انه الضغط العالي او الانسولين العالي قصدي
بيشغل السمباثاتيك نيرفس سيستم. السمباثاتيك نيرفس سيستم ده اللي هو جزء من الجهاز العصبي بتاعنا المسؤول عن حاجه اسمها فايت اور فلايت. فايت اور فلايت يعني ان انا لو حصلت لي مشكله، لو في اسد بيجري ورايا، لو عندي امتحان بكره، لو انا متوتر جدا، لو في حاجه ستريسفول، السمباثاتيك نيرفس سيستم ده بيشتغل، اللي هو الجهاز العصبي ده بيشتغل علشان يحارب الحاجه الستريسفل قوي دي، الضغط عليا قوي دي، ويخليني اعديه. ده اللي بيعلي النبض، ده اللي بيخليني اعرق لما اكون متوتر. لقوا ان من ضمن الحاجات اللي بيعملها السمباثيك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي ده، ان هو بيعلي الضغط. يعني لقوا علاقه، دي مش كوزاليتي يا جماعه، يعني ده مش سبب ونتيجه، دي علاقه كوليريشن بين ثلاث حاجات دول، بين ان الانسولين يبقى عالي في الاول. لقوا ان في علاقه بين ان الانسولين يبقى عالي، فالانسولين لما يبقى عالي هيشغل السمباثيك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المسؤول عن الفايت اور فلايت، او ان انت تحارب اي حاجه موتره او حاجه مصايب، وبين ان ضغطك يعلى. فالنتيجه بتاعت الدراسه دي ايه؟ ان احنا لو قللنا الانسولين السمباثيك نيرفس سيستم هيشتغل اقل، فالضغط هيقل. دي كانت نتيجة عن الدراسة دي. ايه دليلك على كده غير الدراسة دي؟ تعرف حد عنده السكر ما عندوش الضغط؟ تعرف حد عنده السكر ضغطه ما بيعلاش؟ تعرف حد رياضي ورفيع وصحته كويسة، مش رفيع وخلاص وبيجيله وضغطه بيعلى لوحده كده؟ دايما في علاقة، وعلاقة قوية وصريحة بين السكر والضغط. يعني ايه سكر يا جماعة؟ السكر النوع التاني هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقاومة انسولين، انسولين ريزيستنس. يعني في علاقة قوية بين مقاومة الانسولين وبين الضغط، وعلشان كده الناس اللي بيجيلها السكر دايما ضغطها بيعلى دايما، وعشان كده الناس اللي عند انسولينها كويس وصحتها كويسة ضغطها ما بيعلاش. ده بالنسبة لقصة الضغط. زي ما انا قلت قبل كده يا جماعة، احنا عندنا بارادايمز في دماغنا، عندنا بروجرامز من واحنا صغيرين، حاجات احنا عارفينها وحاجات احنا متربيين عليها وحاجات سمعناها من دكاترة واساتذة كبار قوي. مش سهل انك تغيرها، بس وارد، لان احنا العلم بيتغير كل يوم، ودي حاجة احنا بنعملها بقالنا سنين وسنين وسنين، ان احنا نجرب نعالج الضغط بان احنا نشيل الملح. والحقيقة انا مش شايفة انها نجحت اطلاقا، لان انا مش شايفة انها عالجت حد خالص. ما حدش يتعالج من الهايبرتنشن، لكن في ناس لما بتمشي على لو كارب دايت، لما بتمشي على كيتو دايت، لما بتشيل بتقلل الانسولين جدا 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 جدا، ضغطها بيقل جدا لدرجة انها ما بتحتاجش الادوية. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي بتخوف من الناس من الملح، هو احتباس الميه. ان الملح بيعمل احتباس ميه، الصوديوم الكتير في الجسم بيعمل احتباس ميه، بس انت مش معنى كده ان الصوديوم الكتير ده ما بيجيش من الملح اللي على الاكل يا جماعه. في اكلات مليانه صوديوم، رغم ان في ناس ممكن تاكلها وتخاف تحط ملح على الاكل. يعني البيتزا مثلا مليانه صوديوم، مليان. انت عارف البيتزايه فيها كم ملي جرام صوديوم؟ فوق ال 5000. 5000 ملي جرام ده يعني معلقتين ونص ملح. هو في حد بياكل معلقتين ونص ملح؟ عارف الشيبسي فيه كم ملي جرام صوديوم؟ كل الحاجات دي مليانه صوديوم، كل الحاجات دي مليانه صوديوم اكتر 5000 مره من رشه الملح اللي على الاكل. فالصوديوم ثيوريتيكلي سبيكينج زي الكتاب ما قال، هيعمل احتباس ميه، بس مش رشه الملح اللي على الاكل اللي هتعمل لك احتباس ميه، مش رشه الملح اللي على السلطه اللي هتعمل لك احتباس ميه اطلاقا. في بوينت تانية بتقول انه دايما احتباس المية بيجي نتيجة البوتاسيوم ديفيشنسي، نقص البوتاسيوم اكتر من زيادة الصوديوم. طيب نقص البوتاسيوم ده بيحصل من ايه؟ تقريبا كل الناس، معظم الناس دلوقتي عندها نقص بوتاسيوم، عشان كده احنا دايما بننصح، معظم الدكاترة اللي بتنصح بالكيتو او بتنصح باللو كارب بتقول لك خد بوتاسيوم. البوتاسيوم ده موجود في ايه يا جماعة؟ واحنا لو عرفنا البوتاسيوم ده موجود في ايه، هنلاقي انه منطقي جدا ان كلنا يبقى عندنا نقص بوتاسيوم. البوتاسيوم ده موجود في الورقيات، موجود في الافوكادو، موجود في الخضروات اللي هي الكيل والبروكلي اللي محدش فينا بياكلها تقريبا، ولو كلناها مش هناكلها بالكميات المهوله اللي جسمنا محتاجها. ففي ايفيدنس، في دليل بيقول، في دراسات اتعملت بتقول ان مشكله زياده الصوديوم هي مجرد نقص بوتاسيوم، لان هما فيهم في علاقه بينهم وبين بعض. فان انت لما تزود الصوديوم قوي، او لما يكون الصوديوم في جسمك زايد، في حل تاني بدل انك تقلل الملح، انك تعلي البوتاسيوم، تعلي الخضروات. اصلا يا جماعه انتوا عارفين ان كلمه سالاد جايه من طبق روماني اسمه اربا سالادا، اللي هو معناه الحرفي سولتد فيجيتابلز، او خضروات مملحه. فالطبيعي ان السلطه تكون مملحه. اللي انا عايزه اقوله يعني من الفيديو ده باختصار، اما انا ترددت كتير قوي قبل ما اتكلم في الفيديو ده، لان انا عارفه انه مش حاجه سهله ان انا اغير للناس البارادايم في حاجه زي دي،
اللي عايزين نوصله يعني من الفيديو ده، اللي ليك حرية الاختيار تماما انك تقتنع بيه او لا، ان اولا انت جسمك محتاج ملح، دي مش هايبوثيسس، دي ساينتفك فاكت، دي حقيقة علمية. احنا محتاجين الصوديوم، وفي في ستيت، في مرض او في حالة مرضية اسمها هايبوناتريميا، اللي هي نقص الصوديوم في الدم، دي الناس بتموت منها. فانت جسمك محتاج صوديوم. تاني حاجة عايزة اقولها ان الملح مش زي السكر. تالت حاجة عايزة اقولها، لو انت خايف من احتباس المية، بطل شيبسي وبطل بيتزا وبطل مكرونة بشاميل وبطل الاكل اللي كله صوديوم، مش تروح تبطل رشة الملح اللي على السلطة. رابع حاجة عايزة اقولها، انك استحالة يجيلك الضغط من رشة الملح اللي على الاكل، بس ممكن يجيلك الضغط من الهايبر انسولينيميك فود، الاكل اللي كله انسولين، لانه ليه علاقة بالسمباثاتيك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي اللي بيعلي الضغط، ولان غالبا اصلا الاكل اللي بيعلي الانسولين ده غالبا بيبقى هاي صوديوم، غالبا بيبقى مليان صوديوم. فما تخافوش من رشة الملح اللي على السلطة ورشة الملح اللي على الخضار، ونعالج المشكلة الأساسية بدل ما احنا بنعالج حاجة بسيطة قوي، تحليل المشكلة بنسبة 3% زي ما أثبت في الدراسة دي. I hope ان انا على الأقل اكون فتحت لكم مجال انكم تبصوا على انه ممكن يكون في فكرة تانية غير ان احنا نشيل الملح من الأكل. انا عمري في حياتي ما شلت الملح من الأكل، من قبل حتى ما ابقى نوتريشنست، عمري في حياتي ما نصحت حد يشيل الملح من الاكل، عمري في حياتي ما وافقت حد على انه يمنع الملح من الاكل. احنا محتاجين صوديوم. لو حد عايز يقرا بتفاصيل ممله في الموضوع ده، مش قصدي ممله، قصدي بتفاصيل يعني عميقه في الموضوع ده، في كتاب اسمه ذا سولت فيكس، الكتاب ده تحفه، دكتور كاتبه على انه عشان يعلم الناس ان الملح هو الحل، عامله علشان يبقى بيقول النصيحه عكس تماما النصيحه المتعارف عليها، اقطع الملح، لا انا بقول لك كل ملح. فاقروا برضو الكتاب ده لو عايزين تخشوا في تفاصيله، او اتفرجوا على الفيديوز والانترفيوز بتاعه الدكتور اللي عامل التسولت فيكس. انا عملت الفيديو ده مش فيديو عميق قوي في مساله الملح، يعني انا كنت عايزه ادي فكره عامه كده عن وجهه نظري في الموضوع، عشان في ناس كتير بتسال عليه، وعشان بصراحه انا حاسه بريسبونسبيلتي، بمسؤوليه ناحيه الناس اللي لسه لحد النهارده بتقطع الملح في الاكل علشان ضغطها يوطى، وما بيوطاش ما بيوطاش خالص. ف this was Dr. Wand. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عايزين تاني اتكلم بتفاصيل اكتر عن الملح قولولي، ونعمل فيديو عن كذا اسبكت، يعني نعمل فيديو لوحده عن احتباس الميه، ونعمل فيديو لوحده عن الضغط، ونعمل فيديو عن كذا فيديو عن الملح، نعمل سلسله فيديوهات عن الملح، انا ما عنديش مشكله خالص لو انتوا عايزين. لو مش عايزين وشايفين دي حاجه مش منطقيه، دي الفيديو ده لميت فيه بس الحاجات اللي انا لازم مسؤوليه مني ان انا اوصلها لكم. This was Dr. Wand. Have a good day.